هنا القاهرة. صديق المهام ذو المقام الكبير، فرسنا الهمام السياسي الخطير، سلام باحترام يا جناب السفير. جناب السفير، إعداد وتقديم أحمد الشاذلي. السيدات والسادة، مرحبا بكم. معنا اليوم سفير من طراز رفيع، مشهود له بالكفاءة داخل وزارة الخارجية، سفير من عصر غير العصر، من زمن التحدي والكبرياء والصمود. مثل مصر كدبلوماسي في عديد من المحطات المختلفة لأنظمة الحكم المختلفة، من الملكية للجمهورية ومن الدكتاتورية للديمقراطية. فمثل مصر كدبلوماسي في لندن والأمم المتحدة والسودان، بنغلاديش، الأردن، سوريا. ضيفي وضيفكم اليوم السفير محمد أنيس سالم، منسق مجموعة عمل بالأمم المتحدة بالمجلس المصري لشؤون الخارجية. مرحب بيك سعادة السفير. أهلا وسهلا، منورنا النهاردة. ده شرف ليا يا فندم. الناس قضت يوم جميل النهاردة، شم النسيم، بالرغم من يعني وجود بعض الأحداث اللي احنا مرينا بيها والتفجيرات اللي حصلت، ونقدر نقول ان احنا كلنا حزن وأسى بسبب هذه التفجيرات لإخواننا الأقباط المسيحيين المصريين. طبعا يعز علينا ما حدث، وهو طبعا مقصود انه يحدث حاجة زي دي، ضربة للوحدة الوطنية المصرية، محاولة، لكن محاولة فاشلة لتقسيم مصر. هذا لن يحدث أبدا. مصر دولة كبيرة، مصر شعب عظيم، مصر تاريخ حافل، وبالتالي لن نتوقف عند هذه الأحداث الصغيرة، ونتمنى أن تكون دي آخر الأحزان، ونتمنى أيضا أنه في لحظة سعادة وفرح والتئام عائلي بإذن الله نسعد بيوم شم النسيم، ولن نحيد عن موقفنا في محاربة الإرهاب. تمام. كلنا يد واحدة ضد الإرهاب. تمام. مسيحي ومسلم. سعادة السفير، يعني كعادة البرنامج نحب أن نعرف مستمعينا أكثر بالضيف السفير محمد أنيس سالم. حدثني عن النشأة والدراسة والأسرة، وكيف التحقت بالسلك الدبلوماسي؟ تقابلت معك الآن وللوهلة الأولى كل سمات وكاريزما الدبلوماسي المصري المحترف. أنا ولدت في الأسكندرية. كان من حظي أن والدي كان معيدا بكلية زراعة في جامعة الأسكندرية. الأسرة في نشأتها الأولى كانت في محافظة الشرقية، ثم انتقلت إلى دمنهور، ثم إلى الأسكندرية حيث ولدت. حضرتك شرقاوي؟ شرقاوي أصلا. يعني بلديات. ويشاء الحظ أن الوالد يبعث إلى الولايات المتحدة في بعثة للدكتوراه، فصاحبته هو. بالتالي كانت سنوات الطفولة الأولى فيها تعرض للثقافة الأمريكية وللغة الإنجليزية، ثم عدت إلى الأسكندرية، وضررت يعني لأني أنا ألتحق بمدرسة باللغة الإنجليزية، لأنه كان لغتي الإنجليزية في هذا الوقت يعني هي المتغلبة طبعا. وعشت في الأسكندرية فيها جو الكوزموبوليتاني القديم، في جنسيات متعددة، اليونان بقى، في اليونان وإيطاليا ده وفرنسا. كان سنة كام ده فهمت؟ ده في وسط الخمسينيات، يعني احنا رجعنا سنة 54. حضرتك زرت اسكندرية دلوقتي؟ أحاول أن أزورها من آن لآخر. أخرج منها حزينا ونادما ومتذكرا لسنوات تميز الأسكندرية. بتعمل مقارنة؟ أعتقد أن كان لدينا مشروع حضاري عظيم جدا، كنا لو استثمرناه بشكل جيد كان ممكن يكون عندنا شيء أشبه بدبي الآن، ولكن منذ 50 أو 70 عام كانت موجودة، لأنه كان الميناء متحرك، كان فيه جزء صناعي عظيم، كان فيه خدمات جميلة، كان فيه عدد من السكان الأجانب،
رغم ان يمكن نسبتهم مش عاليه قوي، لكن كانوا متحركين في المجتمع. واللي خرجوا من اسكندريه اليونانيين هم اللي انشأوا اليونان الحديثه، لانه دول اللي كانوا عندهم اطلاع على العالم، عندهم اطلاع على اللغات، عندهم اطلاع على دنيا الاعمال، فذهبوا الى اليونان وحركوا الاقتصاد اليوناني. يعني اقدر اقول ان حضرتك بتشعر بالحزن كلما زرت الاسكندريه؟ بالتاكيد. فهذا الخليط الثقافي زرع فيا حب التعرف على الثقافات الاخرى، التواصل مع الخارج. جاءت بقى حرب 56 وانا طفل في الاسكندريه، واتذكر الغارات على الاسكندريه، وكنا نذهب الى يعني مكان امن لاثناء فتره الغارات. وهنا بدا الوعي السياسي عندي اني اتابع ما هذه المشكله ولماذا هذه المواجهه ومحاولات مصر لانها تستقل لا فقط كدوله ولكن ايضا ان تحرك حركه الاستقلال بين الدول العربيه وتحرك حركة القومية العربية وتهتم بأفريقيا. كل ده كان سنوات الطفولة كنت أنا بتابعها، وابتدت بقى فعلا من خلال الراديو لعب دور كبير جدا كمان. إن أنا أتابع الإذاعات العالمية وأتابع الأخبار وأتحقق من الأخبار بمقارنة النشرات الإخبارية في الإذاعات المختلفة، وأتابع ما يصل إلى يدي من جرائد، وأذهب إلى كان في الإسكندرية مشهورة بأنها فيها محلات تبيع الكتب المستعملة. كان الواحد يدخل إلى المحل فيجد أنه مليء من الأرض إلى السقف. يعني أقدر أقول أن كان عندك شغف، كان شغف القراءة والاطلاع كبير جدا ومصابرة لده. حضرتك ذكرت 56 وكنت قرأت لك مقال بعنوان 60 عام على حرب 56. فعلا. وسردت فيها يعني وأكدت أن احنا لازم نتذكر الأحداث التاريخية، وتحدثت بقى عن جمال عبد الناصر ودوره في حركة التحرر وتأثيره على إفريقيا، وأن في بعض الزعمات العربية كانت بتحاول تقلد جمال عبد الناصر في الفترة دي. وأكدت أن احنا لازم نتذكر الأحداث التاريخية، ناخد منها العبر وناخد منها دروس مستفادة إلى حد كبير. بس أنا بقول دايما أنه مصر عاشت تاريخ في دراما ضخمة خلال 60 أو 70 عاما الماضية، الحقيقة منذ فترة الحرب العالمية الثانية، مش بس يعني في الفترة الناصرية وبعدها، ولكن الحقيقة قدرتنا على استيعاب وتحليل هذا التاريخ محدودة. ليه؟ أولا نحن لا ننشر وثائق، الدول الكبرى في العالم كله تنشر وثائق بعد 30 سنة بعد 50 سنة، وبالتالي تبقى الوثائق متاحة للباحثين. نمرة 2، الدول الكبرى تكون لجان تحقيق محايدة بعد كل حدث كبير لاستخلاص الدروس ومراجعة أساليب العمل ومحاسبة المقصرين. نحن لا نفعل ذلك. إذا كان سرد التاريخ نفسه فندم، سرد مهم. التاريخ نفسه في حد ذاته بيكون مشكوك فيه. دي شيء تاني، لأننا نختلف على الوقائع. الحاجة الثالثة إنه لو بصينا للدول الكبيرة في العالم بتعين مؤرخين داخل مؤسسات، يعني في مؤرخ مثلا في وزارة الخارجية الأمريكية بيكتب تاريخ وزارة الخارجية الأمريكية ويتعاون مع مؤرخين آخرين ولو اطلاع على الوثائق بشكل توثيقي بيوثق. وأنا لما كنت يعني بشتغل في الجامعة في لندن كنت كثير التردد على دار الوثائق البريطانية اسمها Public Record Office. ساعتك بتجلس بتطلب الملف، مثلا إذا عايز تطلع مثلا على المحادثات العسكرية بين بريطانيا ومصر بين الحرب العالمية الثانية، فتقعد ساعتك في خلال 5 دقائق الملف بيجي لك فيه كل المراسلات الدبلوماسية والعسكرية ومحاضر الاجتماعات كلها الخاصة بهذا الموضوع، وممكن الواحد يقعد يدرس فيه بالأشهر، لأنه الحقيقة دي الطريقة الوحيدة لأن الواحد يصل إلى الواقع ويصل إلى تحليل سليم للتاريخ. يعني احنا لازم نتذكر هذه الحقبة الزمنية اللي حضرتك تحدثت فيها، لانه امر مهم جدا لازم ان احنا نستفيد منه بغض النظر عن خسارتنا من الناحية العسكرية واستنزفنا بشكل كبير جدا في الصراع العربي الاسرائيلي، ولكن لابد من توثيق هذه الحقبة الزمنية والاستفادة منها. تمام. لانه لابد انك انت تحسن الاداء بتاعك على مر الزمن. لن يحدث اذا لم تكن على قدرة انك انت تتعامل مع الوقائع بشفافية وحياد وتستفيد منها وتاخذ منها دروس. تمام. وتحسن زي فريق كوره. تمام. بيلعب كذا مباراه، كل مباراه المفروض يستفيد ومستواه يبقى احسن من المباراه قبلها،
تمام. نعود مرة أخرى لنشأة حضرتك والدراسة، وتحدثت أن حضرتك عدت إلى الإسكندرية وكان الوالد له تأثير كبير جدا. نتكلم على النصف الآخر من حياة السفير محمد أنيس سالم، نتكلم عن الأسرة، الزوجة والأولاد. الحقيقة أنا عايز أرجع بس الموضوع الحقيقة سعادتك سألتني عن موضوع الالتحاق بالخارجية. الحقيقة أنا يعني في ظل هذه الظروف والاهتمام السياسي بدأت أهتم بأن أنا أدرس علوم سياسية. ما كانش في الإسكندرية كلية العلوم السياسية، والوالد طبعا كان موجود في جامعة الإسكندرية، وبالتالي وكنا سكننا مجاور لكلية الهندسة، وطبعا كنا نعرف الاستاف بتاع الجامعة، وكان طبعا الأصدقاء من الكليات المختلفة يعني يحاولوا ان هم يقنعوني بالانضمام لكليتهم. يعني بعض الوالد أستاذ أو معيد، فطبعا زميل الجامعة. فكان يعني الأساتذة الطب يقولوا مثلا احنا عايزين انك انت تكون موجود معنا، وانا كنت الحقيقة يعني كنت تلميذ معقول، يعني كان أدائي الأكاديمي معقول. لكن انا قلت للوالد، قلت له انا الحقيقة شغفي هو بالسياسة. فكان الوالد الحقيقة برضو، وانا عايز اقول برضو ده، لانه وعي الاهالي انهم يتركوا الحريه لاولادهم انهم يدرسوا المجال اللي هم حابينه. فوالدي الحقيقه في هذا الوقت قال لي انت قرر، ده قرارك وده مستقبلك، وانا هكون مؤيد ليك، لكن انت هتتعب طبعا لو رحت القاهره لوحدك. فقلت له انا فكرت ونويت، وفعلا ذهبت الى كليه الاقتصاد، وكانت كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه في هذا الوقت اذكر حضرتك برضو في منتصف الستينيات. كانت الدفعه كام؟ كانت الدفعه 50 واحد تقريبا، 100-150 واحد، يعني في الرينج ده. يعني القسم 50، قسم اقتصاد، قسم علوم سياسيه، كانت بتاخد من مجموع عالي برضو. اقتصاد وعلوم سياسيه، كل قسم 50 واحد. وطبعا كانت كليه النجوم في الوقت ده. طبعا، وكان فيها اساتذه من المبارزين جدا، ويعني تولوا مناصب سياسيه بعد كده، وطبعا مجموعه من كل الكليات يا فندم كانت برضه بتطلع نجوم. يعني حضرتك لو تحدثنا عن كليه الحقوق وعملنا مقارنه بين كليه الحقوق الان وكليه الحقوق زمان، كانت بتطلع برضه عمالقه. يعني كان اللي بيلتحق بكليه حقوق وزير قادر. صح كده؟ صحيح. انا كنت في الوقت ده كنت صممت ان انا التحق وزاره الخارجيه، خلاص اقتصاد وعلوم سياسيه، لكن لما تخرجت الغي امتحان وزاره الخارجيه، وبالتالي انا كان فكرت ان انا اذهب الى اوروبا وابتدي في عمليه الدكتوراه. فالدكتور بطرس غالي في الوقت ده، انا كنت بكتب في السياسه الدوليه والاهرام الاقتصاد، فقال لي لا انت لو رحت تدرس وهترجع عندك دكتوراه انا هحتار اعمل فيك ايه. وكان يعني شوف الاساتذه برضو، انا عايز اعلق على دي، وهو ان الاساتذه كانوا بياخدوا يعني اتيتيود او مثلا اتجاه كده ابوي يتبناك، اتجاه ابوي اتجاه الطالب بتاعه، ان هو بالذات الدكتور بطرس معتني بالطالب، ويهمه ان الطالب بالذات الطالب اللي هو يعني عنده بتفوق في جانب ما. فقال لي رفع سماع التليفون وكلم في الوقت ده الاستاذ حاتم صادق في مركز دراسات الاهرام، وبدأت العمل في مركز أهرام لفترة. ده بقى خلاني أن أنا أدرس موضوع إسرائيل بعمق كبير جدا. يعني حضرتك عملت صحافة؟ كان مركز دراسات على هامش الصحافة، لكن كان في الأهرام القديم اللي كان فيه طبعا جو بقى وجود الأستاذ هيكل. وكان الأهرام ده بؤرة للتفاعل الثقافي في مصر. يعني ساعتك لما تروح تتغدى في المطعم تجد كل مثقفي مصر قاعدين بيتناقشوا، وتلاقي الضيوف الأجانب اللي جايين القاهرة لازم موجودين، وتسمع الأفكار الجديدة وتسمع الأفكار الجريئة، واتجاهات مختلفة جدا متعايشة مع بعض. عصر سري جدا. لكن أنا أقدر أقول إن حضرتك عملت في مؤسسة الأهرام، والصحافة دي زي ما بنقول عليها كده صاحبة الجلالة. تمام. هل سيبقى هذا اللقب أو ما زال هذا اللقب موجود حتى الآن؟ الصحافة حصل فيها تغييرات عميقة جدا، مش بس عندنا في العالم. أولا الصحف المطبوعة أصبح عندها أزمة كبيرة جدا، لأنه الصحف الإلكترونية خدت مساحة منها. نمرة اتنين، القارئ اتغير بقى عايز مقالة. أنا لما بروح لندن دلوقتي ببقى أنظر إلى مثلا وانت في الأوتوبيس تبص لأي واحد جنبك بيقرأ في الآيباد الجوردان المقالة 100 كلمة. وببقى ساعات أنا بمسك المقالة وأتعجب فيها أنه إزاي الصحفي قدر يعبر عن أفكار تحليلية عميقة في خلال 100 كلمة، بينما انا يعني الحقيقه لحد دلوقتي دايما بقول انا ما بقدرش اكتب اقل من 1000 كلمه. يعني نقدر نقول ان التكنولوجيا الحديثه اثرت الى حد كبير على صاحبه الجلاله. طبعا، وصحف كتيره يعني اغلقت ابوابها بسبب الاوضاع دي. لكن عايز اتحدث برضو على النصف الاخر من الاسره، الزوجه والاولاد. انا عندي الحقيقه ولدين هم مقيمين في المملكه المتحده الان،
واحد منهم يعمل في مجال المحاماة. بس القانون مش بعيد عن الخارجية برضو، ما حضرتك خارجية يعني دارس قانون دولي، يعني هو خد منك حاجة برضو. هو يعني هو اشتغل كمان يعني، خد خبرة انه هو اشتغل في البرلمان البريطاني. طب التاني بقى، التاني بقى ماشي في اتجاه عكسي تماما، رغم انه هو درس في كلية لندن الاقتصاد، لانه مشي في اتجاه الافلام التسجيلية. افلام تسجيلية يعني هو دلوقتي منتج للافلام التسجيلية. يعني طبعا ده برضو له برضو منهجية كبيرة جدا هناك، لان ممكن الفيلم التسجيلي ده بياخد دراسة وبياخد شغل عشيف، عصر ذهني غير عادي، وبيحتاج فريق كبير جدا مشتغل فيه، ولذلك بنجد المنتج النهائي بتاعه بيبقى يعني فيه عمق كبير جدا جدا جدا، وبيبقى حاجة لطيفة يعني. أنا الحقيقة بشجعه على هذا. الزوجة بتعمل في الحقل الدبلوماسي؟ لا، أنا زوجتي حاليا بتشتغل في مجال البنوك، وطبعا يعني احنا دايما مع حضرتك جمع حاجات كتير مع الاسره السريه يعني فيها كل حاجه طبعا يعني هو يعني طبعا ما شاء الله ربنا يعني يعني خارجيه وبزنس يعني وافلام تسجيليه كله يعني طبعا سعادتك عارف ان هو الاستثمار الاساسي للواحد هو في التعليم. فهو التعليم بيؤدي الى انفتاح على العالم وحركه سريعه، وبيؤدي الى ان احنا يبقى عندنا طول الوقت عندنا افكار جديده مطروحه، عندنا اهتمامات كثيره في مجالات مختلفه، سواء الادب سواء السياسه سواء الفن، وبالتالي الواحد بيبقى يعني دي بتملى حياه الواحد كل طبعا. يوم. سعاده السفير محمد انيس سالم، انا عايز اتكلم، ان لم تكن سفير ماذا كنت ترغب ان تكون؟ يعني هو انا الحقيقه غيرت الكارير بتاعي شوية، ما مشيتش في الكارير التقليدي بتاع وزارة الخارجية. اللي حصل معايا ان انا اعرت للأمم المتحدة، وبالتالي اطلعت على اسلوب عمل مختلف في مجال التنموي والإنجاد المعونة الإنسانية، وده الحقيقة فتح لي طاقة جديدة. نقدر نقول ان حضرتك كنت تابع للأمم المتحدة؟ يعني معار من قبل وزارة الخارجية ولا بعيد عن وزارة معار الخارجية؟ من الخارجية الى الأمم المتحدة. والأمم المتحدة لما الأمم المتحدة طبعا فيها منظمات كتيرة متخصصة طبعا، وفيها جهاز موجود في نيويورك. انا الحقيقة لاحظت انه لما بتبقى موجود في نيويورك بتبقى يعني داخل في دايرة البيروقراطية بتاعت الأمم المتحدة. عمل مكتبي، اجتماعات، مفاوضات، وثائق. لكن لما تعسوني الى الميدان في اندونيسيا الاول تمام، ولما ابتديت اروح في اندونيسيا واسافر واطلع على البرنامج، ابتديت اشوف زاويه تانية للحياه، انه لا ده في عمليه معالجه المشاكل الصحيه، المشاكل التعليميه، مشاكل التغذيه، وانك انت محتاج انك انت تعمل برامج بين حجم كبير جدا تديرها، ده الامر كبير، وانك تجيب الدول علشان تقنعها انها تساندك في هذا، وانك تبتدي تحرك تمويل ضخم جدا. يعني اقدر اقول ان انت مش داخل قناه واحده، يعني في الخارجيه هتبقى قناه واحده، قناه واحده وتقليدية. لكن حضرتك عده قنوات يعني هو بقى. معروفه الخارجيه لها ستايل معين، عمل مكتبي، تعاملاتها مع الامم المتحده بشكل معين، حتى من ناحيه المظهر، اللبس وكده، والحيز ده شغل ميداني. يعني انا كنت حضرتك بشتغل، انغمست في شغل ميداني. ده اكيد اثر في شخصيتك جدا جدا، لان انا بقيت الحقيقه بؤمن بانه اللي عايز يغير لابد انه يشتغل ميدانيا، ما تقعدش في المكتب. يعني لو حضرتك نقدر نقول تقلدت منصب محافظ، هتتعامل ازاي؟ او وزير اداره محليه؟ شوف حضرتك، المطلوب هو لابد إيه يعني؟ لابد انك انت تكون في اطار معين. الميزه بتاعه الامم المتحده انك انت بتديك موارد علشان تقدر تحل مشكلة، وفي دوره لاتخاذ القرار. يعني لابد انك انت تعمل دراسه للوضع القائم، وتحط سيناريوهات للطوارئ، ثم تبدأ تطرح برنامج لمدة 5 سنوات في أولويات وفي تمويل، وبعدين تبدأ في التنفيذ. التمويل ده في المقام الأول ولا التخطيط؟ لا، دي دورة متكاملة تتفاعل مع بعضها. المحافظ عندنا ما عندوش موارد مالية تحت أمره إنه هو يشتغل، بيبقى كل واحد بيشتغل مع المحافظ أكشلي بيبقى تابع لوزارة مختلفة، وبالتالي مشكلة المحافظ إنه هو عايز يصلح لكن مفيش موارد، وبالتالي لابد ان يرجع الى الوزراء. والوزراء عندهم 27 محافظة، فعنده يعني في تنافس بين المحافظين وفي تنافس في ده بجانب البيروقراطية اللي موجودة بقى. لكن احنا الحقيقة محتاجين في مصر قدر اكبر كتير جدا من اللامركزية، ولابد ان نخصص موارد حقيقية على المستويات المحلية. يعني كل محافظة مستقلة بذاتها في موارد؟ طبعا طبعا لازم. يعني حضرتك لما بتروح مثلا، نقول مثلا في اوروبا مثلا، في
يعني مثلا مجان التعليم. هو مش فيش مجان التعليم، هو بيبقى الدائرة المحلية اللي انت تابع لها بتدفع لك المصاريف بتاعت التعليم. فدي موارد محلية موجودة. تمام. يعني بص ساعتك يعني الطالب اللي موجود في حي مثلا، في حي لندن مثلا، نقول مثلا حي تشيلسي مثلا، او حي وستمنستر، او حي مثلا ايلينج مثلا، من احياء لندن، بيبقى في مجلس محلي هو اللي عنده موارد اللي بيصرف بيها على التعليم في الحي ده. بجانب حتى لو طالب ده راح درس في حتة تانية، راح درس في جامعة أكسفورد بس. يعني إجابة مباشرة، إن لم تكن سفير ماذا كنت ترغب أن هو تكون؟ أنا يعني بقول يعني ممكن يعني تقدر تقول صحفي مثلا لا مشهور. يعني أنا طبعا عندي حب كبير جدا للصحافة، لكن أنا بعتقد المجال اللي أنا مشيت فيه يعني اللي هو مجال العمل الإنمائي والتنموي ده كان قريب جدا من قلبي وسعيد به. المجال الآخر اللي أنا بحبه جدا برضو هو الدراسة الأكاديمية، الدراسة والبحث. أنا عملت هذا كلام برضو في مرحلة التحقت بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية سنة 81. مركزه فين يا فندم؟ ده في لندن. في لندن. وأنا كنت أول عربي يلتحق بهذا المركز. المراكز دي يا فندم وضعها إيه مقارنة بالمراكز اللي موجودة عندنا؟ مراكز الاستراتيجية. لا هي طبعا حضرتك المفهوم ده مش موجود عندنا في مصر، لأن المراكز دي بتتعمل مجموعة بتبدأ أنها تنشئ المركز، وبعدين بتبتدي تعمل حاجة اسمها أبحاث استراتيجية طويلة المدى، يعني برنامج أبحاث يستمر 3-4 سنوات، وبتدوا يلجأوا لمصادر التمويل الدولية ضخمة جدا، يعني مثلا مؤسسات كبيرة، الشركات الكبيرة الحاجات الضخمة دي بتعمل دي، وبعدين بيقدموا لها مشاريع تمويل بعشرات الملايين من الدولارات. بتعمل الدراسات دي لصانع القرار؟ بتعمل حلقة مكتملة من الأنشطة. أولا بتقدم دراسات من خارج المنظومة السياسية، وبالتالي لا منحازة لحكومة معينة. نمرة 2 بتقدر تدي يعني نصائح للعاملين في مجالات التأمين والشركات الكبرى والبنوك، لأنه يعرفوا إن هما لو استثمروا في الدولة الفلانية دي نظام الحكم ده إيه مشاكله، إيه الاحتمالات إنه يحصل اضطرابات داخلية، إيه المخاطر المرتبطة بالاستثمار. فهما بيفيدوا هذا المجتمع، في نفس الوقت بيفيدوا الرأي العام، انه هو بيطلع على الرأي العام لما بيحصل حادث سياسي معين بيقدر يعلق كمعلق محايد او شبه محايد. تمام. بحيث ان يبقى في اراء مختلفة في الساحة بتؤدي الى اتخاذ الرأي او الاتجاه السليم. طيب سعادة السفير محمد أنيس سالم، دايما في حلقاتي اتحدث عن القوى الناعمة المصرية وتأثيرها في علاقتنا بالدول، وأستطيع أن أقول إحنا كان لنا تأثير كبير جدا على الدول العربية والإفريقية في مرحلة من المراحل. أنت شايف القوة الناعمة نقدر نطورها إزاي؟ إزاي تعود قوة مصر الناعمة مرة أخرى لكي تستطيع أن تقف على مسرح المنافسة؟ مصر لها مزايا ضخمة جدا في مجال القوة الناعمة، تاريخ كبير جدا، عملية نهضة بقى لها أكتر من 200 سنة، نخبة سياسية وثقافية عظيمة، رصيد من المنطقة المحيطة بها، لدينا لغة مشتركة مع 22 دولة، لدينا مكانة معينة في الإقليم، لدينا ذخيرة من الفنون والأداب والإعلام. ولكن يعني ينبغي نحن نواكب المتغيرات الحديثة التي حدثت. من ناحية حصل تآكل في كثير من المؤسسات العاملة في مجال القوى الناعمة، لما نتكلم عن المؤسسات الإعلامية، نتكلم عن السينما المصرية، نتكلم عن المسرح المصري، نتكلم عن الصحافة المصرية، حصل تآكل فيها. في نفس الوقت ظهرت قوى جديدة ومشت بسرعة جدا، دول الخليج عملت مشاريع إنمائية وحضرية ضخمة جدا، اتبعت مناهج مبتكرة في أنها تعمل شركات طيران عالمية، أنها تتبنى فرق رياضية عالمية، ريال مدريد وبرشلونة وليفربول كلها شركات، هذا الفرق الرياضية بتحمل علامات بتاعت شركات طبعا طيران عربية. فهنا أنت محتاج أنك تفكر أنك أنت هل أنت معالم القوى الناعمة المصرية تقدر تنشطها إزاي بسرعة؟ ما هو العلاج السريع منخفض الكلفة عالي العائد اللي أنت تقدر تعمله؟ يعني سعادتك لو اخترت مثلا 5 أو 10 مجالات للقوى الناعمة وقلت هتطورها في خلال 3 سنوات القادمة وتاخد قرارات شجاعة فيها، لأنه مش هينفع الحقيقة الاستمرار بالأسلوب النهاج القديم في حاجات كتيرة جدا. هنرجع برضو للموارد، الموارد ده عامل أساسي. سيادتك في العالم تجارب كتيرة جدا أنك أنت بتعمل تدخلات منخفضة الكلفة سريعة العائد
بحيث انك انت لما نيجي تتكلم نتكلم بقى بصراحه نقول مثلا مطار القاهره. مطار القاهره المفروض يكون احسن مطار موجود في القاره الافريقيه على الاقل، على الاقل باقل حاجه، مش هقول الشرق الاوسط لكن هقول على الاقل افريقيا. المطارات في العالم كلها بتعمل فلوس، فايه الحجه بتاعتك ان المطار بتاعك ما يكونش متميز؟ شركه الطيران نفس الحكايه. ممكن نتكلم بقى في حاجات كتيره، يعني نماذج كتيره موجوده كده. طب احنا لو هنتكلم عن القوى الناعمه المصريه والفن المصري، طبعا نقدر نقول كركيزه اساسيه من ركائز القوى الناعمه المصريه، حضرتك بتفضل الفن القديم ام الفن الحديث؟ والله انا بستمتع بكل حاجه فيها امتياز. الفن الجاد لما الواحد بيشوف مثلا فيلم قديم ليوسف شاهين الواحد ببقى سعيد بيه جدا جدا جدا. لكن في نفس الوقت ببقى سعيد لما اكتشف مخرج جديد او مخرج بيحاول او ممثل مجتهد بيعمل مجهود وفي محاولة جادة، ببقى سعيد بيها جدا. يعني أثناء تصفية الذهن للسفير محمد أنيس سالم ممكن يشاهد فيلم أبيض أسود يستمتع بيه جدا، يستمتع بيه. بتستمتع بالفنانين القدام، مين مين بيجذبك؟ طبعا يعني في التمثيل في ناس عظيمة جدا. من لما اشتغلت فترة لندن الحقيقة كان كتير من النخبة المصرية بتبقى تزور حضرتك، فأنا شفت مثلا الأستاذ يوسف وهبي مثلا، أتذكر زيارته. أتذكر الفنان صلاح طاهر لما كان بيزورنا، أتذكر طبعا ويعز عليا جدا الحقيقة مقابلاتي مع الأستاذ عبد الرحيم حافظ في الفترة اللي كان يعني بيجي يتعالج فيها. حضرتك كنت ماسك إيه في لندن؟ أنا كنت لسه في يعني في أول حياتي الدبلوماسية، خطواتك الدبلوماسية الأولى. كنت في أول بوست ليا في الخارج. مين كان سفير؟ والله أنا أول ما رحت كان الفريق سعد الشاذلي، ده كان مرتبط. أنا الحقيقة برضو من التجربة بتاعتي إن أنا يعني للحظ ان انا الحقيقه لما التحقت بالخارجيه كنت اول دفعتي. كان ده في الوقت ده النجوم يعني اللي كانوا، انا متذكر ان لجنه مناقشه كان الدكتور اسامه الباز، الدكتور نبيل العربي، الاستاذ العظيم تحسين بشير. يا خبر ابيض، عمالقه الدبلوماسيه. فمن حظي ان انا كنت الاول في الدخول ثم الاول على المعهد الدبلوماسي. وبالتالي التحقت بمكتب وزير الخارجيه في اول وظيفه ليا. كان مين وزير الخارجيه؟ وكان ده الدكتور الزيات. وبسرعه بعد كده انتقلنا الى مرحله حرب 73. طب انا عايز اتكلم عن شخصيتين يعني حضرتك ذكرتهم الان علامات بارزه في الدبلوماسيه المصريه. حضرتك تكلمت عن سعد الدين شاذلي وتحدثت ايضا عن دكتور حسن الزيات، فسريعا كده عشان وقت البرنامج انا مستمتع بحديثي مع حضرتك، فحدثني عن الشخصيتين وحضرتك عملت معاهم واكيد خدت منهم كتير. يعني انا بعتبر ان انا كنت شاهد على مرحله حساسه جدا من مراحل اتخاذ القرار في مصر، مرحلة حرب 73 ثم مرحلة فضل الاشتباك لحد مرحلة يعني مبادرة السلام. طبعا الدكتور الزيات كان شخصية تنتمي إلى الصوت الإعلامي الذكي. هو اشتغل وزير خارجية ولا مستشار الرئيس للشؤون السياسية؟ هو اشتغل وزير خارجية وكان وزير خارجية في يوم الحرب، ولكن أمور تغيرت بشكل سريع جدا في الفترة دي لأنه هو مارس اتصالات مع الجانب الأمريكي وهو موجود في نيويورك في الأيام الأولى للحرب. وبعدين تغيرت المنظومة المصرية بسرعة جدا وتم إبعاده، وتواصل الاتصال بالجانب الأمريكي من خلال مراسلات بين السيد حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومي وكيسنجر. ومجموعة المراسلات دي الحقيقة مهمة جدا لأنها بتحدد جوانب كثيرة من جوانب القرارات المصرية والقرارات الأمريكية أثناء فترة الحرب. حضرتك الحاجات دي أكيد موثقة طبعا في وزارة الخارجية. دهشت شوية أنه الأستاذ هيكل نشرها في ملحق كتابه عن حرب أكتوبر، رغم أن الوثائق دي الحقيقة كانت محظور نشرها. لكن أنا أرجع تاني الموضوع بتاعي أنه هو لابد يكون عندنا نظام لنشر وثائق. الدكتور زيات أعتقد عامل أيضا وزير للإعلام في فترة من الفترات. طبعا هو يعني كان ده القدرة بتاعته أنه هو كان إعلامي قدير وكان خطيب مفوه وكان الإنجليزي جاذب للأنظار. يا فندم جاذب للأنظار. والإنجليزي بتاعه متفوق، كاريزما بتاعته. وكان إحنا كان ده يعني ده عصر معين، كنا إحنا الفترة هي بعد 67 لحد حرب 73 كان في عمل دبلوماسي جامد جدا بيغطي العمل العسكري. يعني برضو دي احنا اعتقد في التاريخ لا، وبيتعاملوا مع داهية من دواهي السياسة كيسنجر. طبعا ده حاجة طبعا مرحلة معقدة ومهمة طبعا. لكن قبل ان نتحدث عن سعد الدين شاذلي وعملك معاه، هنرجع تاني للقوى الناعمة ونقول ان حضرتك هتسمع معانا حاجة دلوقتي من اختيارك. حضرتك تختار لنا ايه مع السادة المستمعين؟ برنامج بالليل طبعا. وبعد يوم شاق الناس خرجت وشمت النسيم طبعا. كل سنة وحضرتك طيب. فنحب
تحب نسمع حاجة مع بعض من اختيارك؟ هتختار ايه؟ انا اختار الحقيقة اذا كان ممكن اي من اغاني الوطنية للاستاذ عبد الحليم حافظ بما ان احنا جبنا سيرته. تمام. فنتذكر الايام الحلوة دي وصوت العزب بتاع عبد الحليم. يعني ده حاجة جميلة. طب حضرتك تسمع ايه؟ تحدد الاغنية ممكن؟ اسيب لكم انتوا الاختيار. طيب الاختيار. السيدات والسادة، نستمع الى هذا الفصل الغنائي عبد الحليم حافظ، ونعود مرة اخرى مواصلة الحديث مع ضيفي سعادة السفير محمد أنيس سالم، منسق مجموعة عمل بالأمم المتحدة بالمجلس المصري لشؤون الخارجية. فاصل ونواصل. لف البلاد يا صبية، لف البلاد، لف البلاد يا صبية، بلد بلد، برك الولاد يا صبية، برك الولاد، برك الولاد يا صبية، ولد ولد. لف البلاد يا صبية، لف البلاد، لف البلاد يا صبية، بلد بلد، بارك الولاد يا صبية، بارك الولاد، بارك الولاد يا صبية، ولد ولد. لف البلاد يا صبية، لف البلاد، لف البلاد يا صبية، بلد بلد، برك الولاد يا صبية، برك الولاد، برك الولاد يا صبية، ولد ولد. لف البلاد يا صبية، لف البلاد، لف البلاد يا صبية، بلد بلد، برك الولاد يا صبية، برك الولاد، برك الولاد يا صبية، ولد ولد. ده المهر غالي، المهر غالي، وحيجيبوه لو نجم عالي، نجم عالي في السماء راح يقطفوه. ده المهر غالي، المهر غالي، وحيجيبوه لو نجم عالي، نجم عالي في السماء راح يبطفوه. يا فرحتك ساعة ما يجوا يقدموا ويغنوا للفجر اللي في عينيك اتولد. ده النصر مهرك، النصر مهرك، والعريس ابن البلد. لف البلاد يا صبية، لف البلاد، لف البلاد يا صبية. السيدات والسادة، عودا إليكم مرة أخرى لمواصلة الحديث مع ضيفي وضيفكم السفير محمد أنيس سالم، منسق مجموعة عمل بالأمم المتحدة بالمجلس المصري لشؤون الخارجية. مرحب بك مرة أخرى سعادة السفير. اختيارك جميل جدا لعبد الحليم حافظ. كان أياميها عبد الحليم حافظ عندما قابلته في لندن كان عنده كم سنة؟ هو كان في أواخر حياته الحقيقة. يعني سنه في الثلاثينات أعتقد. هو كان بيتعالج. وكانت حالته يعني متدهورة، ويعني الأمل ما كانش كبير في الوقت ده. لكن هو اللي أنا أتذكره إن هو سريع البديهة جدا، وذكي اجتماعيا بشكل كبير جدا. كان في زيارات من قبل السفارة للفنان عبد الحليم حافظ جداً جداً وقت العلاج، يعني كان في متابعة. هو كان الحقيقة كان عنده بيت في لندن، كان عنده حياته المستقلة، يعني ما كان هو حريص على استقلاليته الحقيقة. يعني أنا كنت مندهش من ذكائه الاجتماعي الحقيقة. يعني وخفة الدم والقفشات والملحية، يعني تجلست معاه وتحدثت معاه كتير الحقيقة، وأنا وصلته يعني للأسف. يعني أنا بيحزني أن أنا وصلته في الزيارة قبل الأخيرة. أنا ما كنتش موجود في الوفاة بتاعته، لكن في الزيارة قبل الأخيرة هو وصلته للمطار، وهو كان معاه، أنا أتذكر الوقت ده كان معاه سيارة تانية، وكان جايب جهاز ميكسر في الوقت ده، يعني حاجة كان لسه يعني مهتم بالأغاني بتاعته، مهتم بأنه يعني ياخد حريص. هو يعني كان دقوف في عمله، كان بيحب يطلع جداً حاجة جداً جميلة. دي مدرسة الحقيقة يعني. وكان الأغنية جميلة. أياميها كانت بتقعد قديها عشان تطلع للجمهور. طبعاً. دلوقتي بتطلع في نص ساعة وهو قاعد كده في خط. وقتها كان السفير سعد الدين الشاذلي. yes. وتحدثت حضرتك عن رمز من الرموز الوطنية الدكتور حسن زيات.
نتحدث سويا عن سعد الدين الشاذلي. حدثني عن شخصية سعد الدين الشاذلي. طبعا السفير الشاذلي جه للندن وجه للسلك الدبلوماسي بعد أن كان رئيسا للأركان المصرية، وبعد ما كان يعني بينظر إلى نفسه على أنه هو كان نجم حرب 73، وكان على خلاف مع رئيس السادات، وده كان موقف محرج جدا من جبهة القتال لجبهة السياسة. يعني النقلة دي أنا كنت دايما أتساءل وأنا لسه شاب صغير بأشاهد يعني مشهد الحرب في 73 جوه القاهرة وعملية اتخاذ القرار، يعني لأن احنا طبعا مكتب وزير الخارجية كان على اطلاع بما يحدث، وبعدين أني أجي أشوف الفريق سعد الشاذلي. يعني برضو يشاء القدر أنه في الوقت ده المشير أحمد إسماعيل يجي يتعالج في لندن، وطبعا احنا كنا نعرف انه العلاقه بين الفريق الشاذلي والمشير اسماعيل ما كانتش جيده. الحقيقه لازم نقول انه التجربه دي كانت قاسيه عليه قوي، ان هو متصور ان هو له دور عسكري كبير، متصور ان له دور سياسي كبير، وانه يكون موجود في لندن محجم وموضع خلاف، ويعني كان في الفتره دي في مشاكل مستمرة بينه وبين رئيس السادات، مستمرت المشاكل بعضها هو رواه في مذكراته مش كلها. يعني نقدر نقول ان تعيينه كسفير في لندن للابتعاد تماما عن الساحة، هو حس بده. طبعا سعادة السفير، يعني حضرتك تعايشت في الأمم المتحدة وعملت الفترة الطويلة في الأمم المتحدة، ولا يمكن أن أنهي حديثي في البرنامج وأن أتحدث عن العلاقات المصرية الأمريكية بعد مجيء ترامب. هل تختلف إلى حد كبير علاقتنا الآن بالولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني أهم التحديات التي تواجه العلاقات المصرية الروسية والعلاقات المصرية الأمريكية. هو ترامب طبعا جايب بمنظور مختلف تماما عن الإدارة السابقة له. ترامب بيهتم بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية، بيهتم بفكرة أمريكا أولا، بيهتم بأنه الأطراف المتحالفة مع الولايات المتحدة تقوم بأدوار معينة. ده بينم على شخصيته فنم ولا دي سياسة أمريكية موضوعة؟ احنا كلنا عارفين أن السياسة الأمريكية هي سياسة موضوعة، سياسة مؤسسات. نقدر نقول في الدول الغربية بيبقى في مجموعات مختلفة، يمكن في حد أدنى من الاتفاق بينها، لكن في التعبير عن السياسة بتختلف. بالطبع هو ترامب لا ينتمي إلى مؤسسة الحزب الجمهوري، ينتمي إلى مؤسسة على يمين الحزب الجمهوري مختلفة عنها، وبالتالي عنده بعض الأفكار الخاصة إن الولايات المتحدة مكانتها في العالم تراجعت. طب ليه تراجعت؟ إنه إحنا مثلا بنخش في حزازيات مع دول مهمة زي مصر، وبالتالي ينبغي نحن نعيد العلاقة مع مصر ونجنب المشاكل اللي موجودة. مثلا إدارة أوباما كانت مهتمة بموضوع مثلا حقوق الإنسان، موضوع المجتمع المدني، موضوع نظام الحكم في مصر، لما تيجي تحط الليستة دي انت جبت مشاكل حطتها في مقدمة العلاقة، وبالتالي بقت المشاكل بتغطي على المصالح الاستراتيجية. جه ترامب قال لك لا، أنا عايز أعيد مكانة الولايات المتحدة، وبالتالي لابد أن أركز على مصالح الاستراتيجية أولا. والمصالح الاستراتيجية أي قراءة عاقلة للشرق الأوسط تقولك مصر في قلب العالم العربي، لازم يبقى عندي علاقات جيدة مع مصر. أنا محتاج قناة السويس، محتاج أمر في الأجواء المصرية، محتاج أن أنا أحافظ على السلام المصري الإسرائيلي، محتاج الاستقرار في مصر لأن ده دولة 100 مليون. كل هذه العناصر، وفي زي سيادتك ما قلت أنه في مؤسسات أمريكية من ضمنها طبعا بالتأكيد البنتاغون مثلا له هذه المنظور الاستراتيجي إلى المنطقة، وبالتالي يبتلى يتحرك في هذا المجال. لكن ما نقدرش نقول ان شخصية ترامب هي الشخصية التي جاءت لتدمير الولايات المتحدة الامريكية على شاكلة جورباتشوف وتدمير الامبراطورية الروسية في يوم من الايام. هو الراجل طبعا هو راجل صعب، راجل غير تقليدي في حاجات كتيرة جدا. هو بيسعى لإعادة عظمة الولايات المتحدة اللي هي في ذهن جماعات معينة داخل الولايات المتحدة، جماعات يمينية وجماعات عمالية ومناطق يعني متدهورة اقتصاديا، بيتصور أن الولايات المتحدة لابد أن تعود إلى مكان أفضل مما هي عليه. هذا هو الجمهور الذي صوت لصالح ترامب، وبالتالي هو مدين لها ويحاول أن يحقق لها حلمها. هذا هل هو يستطيع أن يحقق هذا؟ ده برضو مش سهل،
هنشوف ان هو كل التحركات بتاعته بتواجه بعقبات كثيره جدا، سواء داخل الحكومه الامريكيه او من القضاء الامريكي، والاعلام مديله يعني بيتعامل معاه بقسوه شديده جدا جدا. هو له اعلامه الخاص، عنده مشاكل كثيره جدا، اعلامه الخاص مشاكل كثيره جدا، لكن لا زال برضه هو سيد البيت الابيض وبياخد قرارات. الحديث مع حضرتك انا مستمتع به سعاده السفير محمد انيس سالم، شخصيه كاريزميه، مثال الدبلوماسي المصري المحترف. ده طبعا من خلال تعاملاتك واحتكاكك برموز الدبلوماسية المصرية، وحضرتك تحدثت عنهم الدكتور حسن الزيات والفريق سعد الدين الشاذلي، ومن قبلهم وأنت طالب أيضا بالدكتور بطرس غالي والدكتور أسامة الباز. فعمالقة الدبلوماسية لازم يكون نتاج ده كله السفير محمد أنيس سالم. ده شرف كبير ليا الحقيقة. يعني طبعا الواحد يعني ده بعض حساباتك ذكرت بعض الأسماء، لكن هناك أسماء كثيرة الحقيقة، وأنا كان يشرفني طبعا أن أنا عملت في هذه المؤسسة مؤسسة من مؤسسات العظيم مصر العظيمة. يمكن مش معروف كتير للخارج أنها يعني تفاصيل العمل فيها، لكن أقدر أقول أنها مؤسسة تتميز بالحرفية، تتميز بالأداء الرفيع المستوى، عراق، تتميز بأنها معترف بها في العالم كله أنها واحد من الدبلوماسيات المشهودة بالتخصص والحرفية والكفاءة في العالم كله، معروف هذا كلام. نصيحتك لأي واحد يتمنى أن يدخل في الحقل الدبلوماسي المصري وهو بيسمعنا دلوقتي بعد ما تحدثت عن السفير محمد أنيس سالم ويرغب في الالتحاق بوزارة الخارجية، نصيحتك له إيه؟ طبعا الخارجية بتحتاج عدة عناصر، عنصر منها هو الجزء الفني أو المهني اللي هو خاص بمعرفة بالقانون الدولي والعلاقات الدولية والشؤون العربية والشؤون الأفريقية، ده جزء منه يعني ممكن الواحد يلتحق به في الدراسة. ممكن بعض الناس بيجوا، يعني أنا كنت موجود في لجنة امتحانات الخارجية، كنت بتعجب أحيانا بيجي حد بيبقى الخلفية بتاعته كلية الطب، لكن الأداء بتاعه الحقيقة ممتاز جدا وبينجح بنجاح باهر. يعني مش شرط ان يكون مش بالضرورة، لا مش بالضرورة ابدا، لكن يعني هيتطلب الامر انه في امتحانات هيتطلب ان هو يعني يذاكر هذه الموضوعات بشكل جد جدا. انا كنت هقول بقى الحتة التانية بقى اللي هي خاصة باللغات. اللغات مهمة جدا طبعا لانه في امتحان لغات، وطبعا الدبلوماسي في ممارسته لعمله في الخارج بيحتاج اللغة، لازم يكون متمكن من اللغة تمكن قوي جدا، يعني يكاد يكون على نفس مستوى اهل هذه اللغة، فدي بيحتاج برضو مجهود ضخم جدا. أهم السمات الشخصية اللي بتتوفر في الدبلوماسي إيه؟ السمات الشخصية، فيها طبعا القدرة على الاستماع والقدرة على التفاوض والإقناع، القدرة على التعامل مع الحضارات والثقافات المختلفة. أنت عندك احتكاك مستمر بثقافات مختلفة قد يكون منظورها للعالم وللأولويات وللمشاكل مختلف جدا عنك، فإزاي تقدر تتفاوض معاها وتفهمها وتحاول أنك أنت تجد نقطة الالتقاء معها، ده مهم جدا جدا في الدبلوماسي. أنا استمتعت بحديثي سعادة السفير محمد أنيس سالم. في نهاية الحديث هناك خطاب حضرتك بترسله لأحد الأشخاص، هترسله لمن وماذا تكتب في هذا الخطاب؟ ده الحقيقة ما كنتش أنا متوقع هذا السؤال. ده السؤال ده الكل ما بيتوقعوش على فكرة. سؤال جميل جميل جدا جدا. ويمكن أنا أحب أن أنا أكتب خطاب لابني الكبير واللي هو موجود في لندن، أقول له أخبار مصر الأخيرة وأطمنه أنه مصر رغم أنه الأحداث اللي هو قد يكون هو واقف في لندن بيبقى يعني منزعج بيها طبعا الأحداث اللي حصلت الأسبوع الماضي، ولكن يعني مصر بخير، وأنه الشعب المصري على ثقة أنه هو هيتغلب على هذه المصاعب، لمصر لا زال قائمة وقادرة إن شاء الله. عايز ينزل أجازة أكيد. أو أنا روح يعني الخطط ده عشان ينزل أجازة. في نهاية حديثي لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي العزيز سعادة السفير محمد أنيس سالم، منسق مجموعة عمل الأمم المتحدة بالمجلس المصري للشؤون الخارجية. شكرا سعادة السفير، وأنا سعيد جدا بلقائك. شكرا سعادة. شكرا. كنتم مع جناب السفير. إعداد وتقديم أحمد الشاذلي.